بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اليوم معنا أبناء الطلاب تفسير سورة لقمان من الآية رقم 33 إلى الآية رقم 34. فالآيات تكلمت عن أمر من أمور الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك لو تكلمنا في بداية الدرس وسألتكم سؤال، لو طرق عليك أحد باب منزلك فإنك لن تستطيع أن تتعرف عليه، رجل هو أم امرأة، أصغير أم كبير، عربي أم أعجمي، إلا بطريق من الطرق العلم، مثل المشاهدة أو السماع أو الخبر. وذلك أن الطارق يعتبر بالنسبة لك غيب، وهناك أمور من الغيب واطلع الله تعالى عليها أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، وهناك أمور أخرى استأثر الله تعالى بها فلم يطلع عليها أحدا لحكمته سبحانه وتعالى. نتأمل الآيات الآتية ونستخرج منها هذه الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمها. نستمع إلى الآيات. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق الله العظيم. الآيات تكلمت عن موضوعين، فالموضوع الأول الآية رقم 33 تكلمت الآية عن الأمر بالاستعداد ليوم القيامة، وأما الآية رقم 34 فموضوعها أبناء الطلاب أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. تعالوا ننظر إلى التفسير، تفسير الآيات. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، بمعنى امتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى والاجتناب عن نواهيه عما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا. وخافوا واحذروا يوما لا يغني فيها أو فيه الوالد عن ولده ولا المولود عن والده. ما هو هذا اليوم؟ هو يوم القيامة، فلن ينفعك أحد كائن من كان في هذا اليوم. إن وعد الله حق، إن وعد الله واقع بلا ريب. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، بمعنى لا تنخدعون بزخارف الدنيا باللعب واللهو في الدنيا وتنسون الآخرة. ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يخدعنكم الشيطان فيصدكم عن الله. إن الله عنده علم الساعة، بمعنى إن الله وحده عنده خبر الوقت الذي تقوم فيه الساعة، وينزل الغيث وينزل المطر ويعلم وقت نزوله، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في أرحام النساء من الولد وغيره. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا يدري أي أحد ماذا يكسب في غده من مال، من نصيب، من زواج، أي شيء كان في الغد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا تعلم أي نفس أين يكون مصيرها وزمان موتها ولا موضعه. إن الله عليم خبير، إن علم هذه الأمور الخمسة مما يختص به الله تعالى
لأنه العليم بالأمور كلها الخبير بموطنها، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فتكلمنا عن الآية رقم 33 على الأمور، لابد أن يكون الإنسان مستعد ليوم القيامة بالأعمال الصالحة. والآية رقم 34 أبناء الطلاب تكلمنا عن الأمور الغيبية الخمسة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. تعالوا ننظر إلى الفوائد التي استفدناها من الآيات. فالفوائد معنا رقم 1، حاجة الإنسان إلى تقوى الله تعالى أشد من حاجة إلى أي شيء آخر، لأنها تحمي صاحبها على طاعة الله والابتعاد عن معصيته. 2، يوم القيامة يوم شديد الأحوال، لا ينفع فيه الوالد ولده ولا الولد والده، ولذا أمر الله تعالى بالخشية من أهوال ذلك اليوم. ولذلك بالأعمال الصالحة، لابد الإنسان بالأعمال الصالحة حتى يفوز بإذن الله في هذا اليوم الصعيب. ولذلك لن ينفعك أحد يا هذا اليوم، نفسي. إن الأمور 3 من الأمور التي تصرف الإنسان عن الاستعداد لليوم الآخر، الافتتان بالدنيا بحيث يؤثرها على طاعة الله والاستجابة لوساوس الشيطان وأمانيه الكاذبة، ولذا حذر الله تعالى من الاغترار بهما والانسياق ورائهما، لأن في ذلك الشقاء الدائم في الدنيا والآخرة. فلا يغرك شيء في هذه الدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعرف ونقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. 4، الله سبحانه هو العالم بجميع الأشياء، ما كان منها مشاهد وما كان منها غائبا عن الأنظار، ولا يعلم أحد الغيب إلا إذا اطلع الله عليه. وقد استأثر الله تعالى بعلم الأمور الخمسة لم يظهر عليها أحد من خلقه، لا ملك مقربا ولا نبيا مرسلا، وهي الأمور الخمسة المذكورة التي ذكرناها في الآية. نقوم بحل الأسئلة الموجودة معانا. بين معاني الكلمات التالية: يجزي الغرور رحم. جوابها أبناء الطلاب: يجزي بمعنى يكافئ، الغرور معناه الشيطان، الرحم معناه موضع الولد في بطن المرأة. استأثر الله تعالى بعلم أمور خمسة لم يظهر عليها أحد من خلقه، استخرجها من الآيات. تعالوا ننظر إيش هي هذه الأمور الخمسة التي ذكرناها في الآيات سويا مع بعض. ذكر الله عز وجل أنه علم الساعة، يعلم بعلم الساعة. 2، ينزل الغيث أو ينزل الغيث. 3، يعلم ما في الأرحام. 4، وما تدري نفس ماذا تكسب في الغد. 5، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة مهمة، لو أسألك عنها في الاختبار تجيب عن ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه. نتمنى من الطلاب حل الواجب على المنصة التعليمية الخاصة بالمدرسة.